هاي الصورة لما تهاري تهاري هاي كانت تتعاون مع المخابرات الألمانية وصفوها الاستخبارات الفرنسية. قتلوها مثل ما قتلوا بقلاوة. شايفة ولك يا عزيزة الشغل مع الاستخبارات شو نهايته؟ يا حرام يا بقلاوة، راحت عليها من كيسة. أنا عمل لك هذا الحكي عشان تديري بالك على حالك، لأنك ما بتهوني علي. عزيزي أنا إذا بشوف النار عم تقرب عليكي والله العظيم بركض بجسمي وبطفيها. بتعرفي ليش؟ لأنك ما بتهوني علي. ديري بالك على حالك، الله يرضى عليكِ.